حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا اباهر فقلت له فقال سبحان الله يا اباهر ان المؤمن لا ينجس